صباحكم الله بالخير. من فيينا عاصمة النمسا، هذا موتري اللي أنا وإياه ندوج في أوروبا، وسيع وبارد وزين، كبير ما شاء الله تبارك الله ومريح في الخط. لكن أنا دخل في بالي حاجة إني أروح بولندا. شوفوا السيارة هذه جيت من بولندا، فمدام من هذا جاء من بولندا يبدو لي والله أعلم أن الحدود مفتوحة. نبي نجرب، ندخلوني زين على زين، وإن ما دخلوني أبد في خضار وانهار وامطار وجو زين أرجع للدولة الثانية اللي تستقبل السواح والأمور ميسرة. وش رأيكم نغامر؟ ها نغامر. شوف اللوحة هذه يقول لك طوالي بودابست المجر، وإذا خدت يمين تروح لبراتسلافا عاصمة سلوفاكيا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. دخلت إلى سلوفاكيا، طالع من النمسا ودخلت سلوفاكيا، ما حد كلمني. كان فيه نقطة حدودية فيها عسكر واقفين ويقفون بعض السيارات ويمشون بعض السيارات، وأنا مريت من عندهم مشوني، لا حد كلمني ولا حد وقفني، وهذا أنا في سلوفاكيا. حبيت ديزل ب88 يورو، 61 لتر، يعني ما عادل 400 ريال. في سلوفاكيا ما في ملصق، هذا الملصق النمسا وملصق بعض الدول، لكن في سلوفاكيا شو تسوي؟ تجي تدفع للبقالة تعطيها 14 يورو، ويدخل رقم لوحة السيارة. شايفين؟ أعطيته رقم لوحة سيارتي ودخلها في الكمبيوتر عندهم بالتعاون مع مصلحة الطرق ب14 يورو لمدة 10 أيام، خلاص يصير لو مريت عند البوابات تفتح لي تلقائي. فلابد أنك تحط أو تسجل رقم لوحة السيارة. طبعا هذا ملصق النمسا، ملصق سلوفينيا، أما سلوفاكيا لا، ما هو ملصق، على طول مباشرة اللي هو تجي تدفع وخلاص يسجلون رقم لوحة السيارة ويصير ما عليك مخالفات. ألمانيا بدون شو اسمه، بدون ملصق، بدون ستيكر، الطرق مفتوحة ومجاني. الله يمسيكم بالخير. من براتسلافا العاصمة السلوفاكية السلوفاكية سلوفاكيا، هذا قصر برايمات بني قبل 200 سنة في وسط العاصمة السلوفاكية براتسلافا. طبعا هذا القصر وقعت فيه معاهدة كبيرة ومعاهدة قوية بين قوات نابليون والملك النمساوي فرانسيس الأول، وقع اتفاقية بإيقاف الحرب عندما خسرت النمسا المعركة في تلك الحقبة الزمنية. فاضطروا أنهم أن الملك النمساوي يوقع معاهدة لإيقاف الحرب أساس يقلل من الخسائر اللي حصلت عليه. هنا في هذا القصر تم توقيع الاتفاقية. هذا شارع المشاة القديم اللي فيها المقاهي والكافيهات والجلسات، في شارع ثاني للمشاة بنمر بعد شوي، شارع مزين ومشجر. من أبرز المعالم السياحية اللي ممكن تشوفونها في براتسلافا العاصمة السلوفاكية هذا التمثال عامل النظافة. بعطيكم مش قصته، قصته هذا رجال كان يشتغل الله يكرمكم في المجاري ويحب لوحده، ساكن هنا قدام البيت ذا، ولا علمها وش وظيفته، ما خبى، هي ما سألته، لكن هي لا سألت هو سكت معلمها. يوم أمل عليها وخطابها وبيعرس عليها، ويوم درى يوم درت هي إنها يشتغل عام النظافة قامت تخلت عنه، باعته جحته، تبع له واحد المهايطي، تبع له واحد تسدوب وعندي قروش وسيارات. الحب ما أشحب ولي. سلوفاكيا كانت زمان مع التشيك وتسمى تشيكو سلوفاكيا، وهي لها تاريخ كبير وعظيم وحروب كثيرة مع النمسا. أيضا كانت ضامة أن التشيكو سلوفاكيا اللي هي سلوفاكيا وما حولها والمجر، فكانوا دوم حروب بينهم، حروب وقتال في أوروبا سنين طويلة، فلها تاريخ قديم جدا سلوفاكيا. يعني تبعد ساعة عن فيينا بالسيارة، سواء بغيت تجيها بالسيارة ولا تجيها بالقطار، صدر تجي الصبح تتمشى وتستانس إلى نهاية اليوم. هذا هو شارع المشاة الثاني مقابل فندق رادسون بلو. هذا شارع المشاة جميل، كله حدائق وجلسات وأشجار طيب ومقاهي. هذا تمثال الواحد اسمه اندرسون. اندرسون هذا كان أشهر كاتب في سلوفاكيا، وكان متخصص في كتابة القصص الخيالية والروايات التي لا يمكن للعقل أن يتصورها، فاشتهرت هذه القصص بين الناس وأصبحوا يحبون يسمعون أو يقرؤون لكتبه وتأليفاته. هذا
هذا عمود الطاعون الذي ضرب أوروبا، والله أمس صورناه في فيينا وذكرنا، أو هم حاطين لهم عمود في الساحة المركزية في فيينا، وأيضا هنا في براتسلافا في العاصمة السلوفاكية حاطين تمثال لعمود الطاعون الذي ضرب أوروبا في تلك الحقبة الزمنية. هذا نهر الدانوب، يسمى نهر العواصم، يمر بأربع عواصم، يمر بفيينا وبلغراد وبودابست وأيضا هنا في براتسلافا، وهو أيضا يعتبر ثاني أكبر نهر في أوروبا، حيث طوله تقريبا 2800 كيلو ويمر بتقريبا 10 دول أوروبية. إضافة لذلك يغذي هذا النهر تقريبا 21 نهر، 21 نهر تغذي هذا النهر، وتبدأ مساقطه ورأس هذا النهر يبدأ من بادن بادن في الغابات السوداء في ألمانيا ويصب في البحر الأسود بعد ما ينتهي من أوكرانيا. نحن الآن في براتسلافا العاصمة السلوفاكية، من أمام القصر الأبيض، القصر الرئاسي لحاكم الدولة. نختم جولتنا لزيارة العاصمة السلوفاكية براتسلافا في هذه الساحة، تسمى ساحة المدينة أو الساحة المركزية. بس شوف هالوليد هذا يتبرد، درجة الحرارة أظنها 27-28، ما درى والله كم عندنا تصقع، تصق 50 بالراحة. بسم الله توكلنا على الله، طالع من براتسلافا العاصمة السلوفاكية متوجه إن شاء الله إلى بولندا، المسافة تقريبا 4 ساعات بالسيارة. الخط يبي لك دبل إسبريسو، تروق صح، حتى المحطة مربعة ما شاء الله، ربيع ربيع وارزاق. الآن متواجد في شمال سلوفاكيا، إن شاء الله تبارك الله على الطريق الزين، الطريق اللي احنا ماشيين فيه طريق جبلي ويعتبر في شمال سلوفاكيا وقريب من حدود بولندا، قريب من زاكوباني. إن شاء الله تبارك الله الطريق جميل بهذا الشكل، الشمال السلوفاكي كله بهذا الشكل، والنهر على اليميني. يا سلام يا سلام، مش خليت الرياف السلوفاكية جميلة جدا ورائعة، ما شاء الله تبارك الله، شيء يفتح النفس. هذه المدينة اسمها ترستينيا، آخر مدينة حدودية سلوفاكيا مع بولندا، لذلك احنا ما احنا بعيدين عن الحدود، يمكن باقي 10 دقائق ونوصلها ونشوف نجرب، يا يدخلونا بولندا أو ما يدخلونا. ليش؟ لأن أنا لما جيت أبحث عن طريق الطيران دخلت على موقعهم يقولون إنهم ما يستقبلون السواح ومقفلين، فقلت خلنا نغامر، 4 ساعات هي المشوار، أما دخلت ولا رجعت. دخلت بولندا، طلعت من سلوفاكيا ودخلت بولندا، شوفوا اللوحة هذا اللي تحت على اليمين زاكوباني، ولا تفتيش ولا شيء ولا حاجة، طلعت من سلوفاكيا ودخلت بولندا، لا نقطة حدودية لا تفتيش لا شيء، والأمور طيبة. أنا مثل ما ذكرت لكم اليوم، ذكرت اليوم والأيام الماضية، ذكرت أن إذا دخلت طيران في أوروبا خلاص تنقل بالسيارة في أغلب دول أوروبا، ما حد يكلمك ولا حد ينشدك ولا حد يقول لك وين أنت رايح، لذلك الأمور طيبة. لو حصل في تفتيش أو نقطة حدودية راح يسألون عن البي سي آر أو الفحص الجرعتين، وغالبا إذا معك جرعتين أمورك طيبة وفي السليم. أهلا وسهلا بكم في بولندا. زاكوباني مرتبة جدا، حتى مبانيها وأكواخها تفتح النفس، لكن اللي يبغى يزور بولندا لا يجيها طيران من الخليج بشكل مباشر، لأن يبدو لي أنها مغلقة طيران اللي يجي من الخليج، لكن تعال من أوروبا ما عندك مشكلة، انزل في النمسا، انزل في فرنسا، فالدول اللي تستقبل السواح من الخليج، بعد ذلك ركب طيارة طيران داخلي وتعال، راح تستمتع فيها كثير. عشاق بولندا، تذكرون الشارع ذا، الشارع الرسمي في زاكوباني، يا إلهي الجمال زي ما هو ما تغير. إطلالة مسائية على زاكوباني، طبعا هي فيها جبال كلها ثلوج، وهديكم هالورد هذا، شوفوا طريق هالغابة الجميل هذا، حنزل لي منتجع على كيف كيفكم، إن شاء الله نوصله ونصور لكم قبل تطيح الشمس. هذا هو الفندق، طبعا فوق غرف وعبارة عن أجنحة سويتات، هذا هو اسمه، هذا هو اسمه، بصور لكم الاطلالات حقته بعد.
بعد شوي. هذا هو المطعم، وهذا طال عمركم اطلالاته وجلساته الخارجيه. شوف هذه، هذه كل الغرف هذه بالبلكونات، تطلع على الحديقة وتطلع على الجبل. شوف الجبل ذاك فيه ثلوج، يبدو انكم شايفين الثلوج. يا سلام يا سلام. طلبنا الغرفة الله يعزكم، إدارة المياه، وهذا الشاور حقها. هي غرفة وصالة، جناح غرفة وصالة. هذه الصالة وهذه الغرفة، تمام، وهذه إطلالتها. يا سلام يا سلام والله. شوف طبعا الفندق، الفندق قديم شوي، ما هو بجديد، لا أحد يتوقع أنه جديد، لكن نظافة نظيف، نظافة نظيف، لكن يعيب الفنادق اللي فيها فرشات، مشكلة طلع ريحة، طلع ريحة. لكن الفندق زين، اللي بيستانس قيمته 400 ريال في الليلة، طالته ما أحكي لكم. بس يسعى الفندق لنا فيه موقع رائع، اطلالاته حلوه جدا، ولكن عيب الفندق انه قديم مره، اثاثه قديم وحاطين فرش، وانتم عارفين الفرش يطلع ريحه. لكن في خيارات افضل، في زاكوباني في خيارات كثيره جميله. انا اضطريت اني احجزه لاني حجزت متاخر، ما حجزت هلا قبل ما ادخل بعشر دقائق. السبب اني ما قدرت احجز من بدري، لان انتم عارفين كنت جاي البولندا وخاف الحدود مقفله، ما ادري يدخلوني ما يدخلوني، عشان كذا حجزت متاخر. بعد ما تقهوينا وافطرنا وروقنا، نبدا الجوله المسائيه في زاكوباني. ما شاء الله تبارك الله. لحظه بوقف لك. شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا التلفريك هذا ينزل تحت القريه جنب الفندق حقنا. شوف هذا الفندق حقنا ذا اللي هنا، هذا هو اللي ينزل. في ناس ينزلون هايكينج، حقين الهايكينج ذولي، اما انا حطني في ارض مستوي واخذ لك ولد طلوع نزول، ما بيه ما بيه. الوكاد مالكم في الطويلة. هذه زاكوباني جنوب بولندا، جمال من الآخر. هيا شيل زاكوباني، دائما زحمة. شوف اليوم برضو زحام شديد، 5 كيلو، أحتاج أكثر من نص ساعة عشان أقطعها. الليلة المبيت إن شاء الله في الفندق هذا نوسا لوي، جراند نوسا لوي، فئة 4 نجوم، أخذت 400 ريال. حجزت في الغرف ذيك، شايفين هذيك هناك ان شاء الله باذن الله. طبعا الدخول بعد الظهر، الان بروح اتمشى ان شاء الله. وصلت الى سنتر زاكوباني، ويا عجزت تلقى لي موقف، زحمه مواقف عجيبه. وانا انتظرت حوالي يمكن نص ساعه لين طلع موتر ووقفت محله. لا وحسبوه علي ب 30 زلوتي، يعني 30 ريال. قلت يا رجال بدفع لو 50 ريال ما في مشكله، اهم شيء القى موقف. بس الكاريولي اللي احنا فيه ذا الان اللي باقي له يومين انتهي، هو اكثر شهر مزحوم في بولندا، ويجون السواح من كل مكان. شوفوا شوفوا العالم، المبيعات والبسطات، العسل عندهم يباع الظهر كذا مثل الماء، العسل والمربى. اشتش الظهر 10، والله ما ادري بس صرفته من عندي. لكن شوفوا شوفوا الزحمه ذيك، شوفوا شوفوا العالم، يا وجه الله يا وجه الله من الزحام، ما شاء الله تبارك الله. ليس على بولندا، والاسعار فيها بشكل عام رخيصه جدا، يعني اللي تصرفه مثلا في اوروبا الغربيه هنا تصرف النص. نركب هاي القطار هذا يطلعنا فوق للقمه. Przypominamy, że bez zakrycia ust i nosa wyjazd koleją nie będzie możliwy. Na القمة فوق صنع القطار 25 زلوتي الشخص الواحد، يعني 25 ريال. الريال الواحد يعادل 1 زلوتي، يعني 1 زلوتي 1 ريال، تمام. ونبي نركب الزحليقة الصيفية، وهذه إطلالة تحت هناك. اليوم ما احكي لكم، ما شاء الله تبارك الله، اجواء رائعه في زاكوباني، والزحام والعالم
ايوه يبي لك هواء. هذه الاجواء القمه فوق، مقاهي وجلسات ومطاعم وحركات، وفيها الزعليق الصيفيه أركبها بعد ما تقهوى عشان اروق عليها. مزبوط. هذا ابو ذا، وهذه ام هذا، قطع صغير، حجم صغير حجم كبير. طبعا فوق في القمه الالعاب والجلسات والكافيهات والتماشي والناس اللي تركب خيل واللي تركب، خلاص هنا الجلسات اللي يبون يجلسون على المزروع ولا اللي يبون الشمس يتشمسون تحت المظلات، يرقبون الديرة يناظرون في زاكوباني تحت. شف شف يا جمال الجمال، ما شاء الله تبارك الله. والله ان الزعليقة الصيفية زينة، لكن ما هب زين السنة. شوف السنة 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 شوف السنة. المفروض انهم حاطين سنة الكبارية في اي بي، لكن يلا معذورين معذورين، والله ما نبغى احنا نقف السنة هذا كله، هونت عن اللعبة. كثير يسألون عن الكمامات، ليش ما يلبسون كمامات؟ تجديد في الباصات وفي في القطارات، والتجديد في المانيا والنمسا بس. بولندا ما اشوف في حرص على الكمامات وعلى التباعد الاجتماعي. كذلك عندكم اللي هو البوسنة برضه ما في تجديد، عادي سوي اللي تبغاه. كمل الجولة داخل سنتر زاكوباني، مشاهدة الأكشاك والعروض والمبيعات. هذا السوق تحت كبري، تحت خط، استغلوه وقفلوه من فوق على أساس أن الناس تحط لها محلات وتتبضع. لكن شوفوا العالم، شوفوا العالم كيف، شوفوا هناك شيء زحمة. صح صلى حلاوة الأماكن بزحمتها. نرجع ناخذ جولة داخل المدينة ومع الشارع ذا المزحوم. هذا شارع المشاه الرسمي في زاكوباني. المقاهي والمطاعم اللي على النهر مباشرة في زاكوباني. نزلنا نحن وإياكم في شارع المشاه في زاكوباني بولندا. هذا أحد أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها وأنت جاي بولندا. هذا كله حلويات، هذا حلو البقر الأصلي، هذا حلو البقر اللي عليها العلم، ما بالتجاري اللي يجيكم. هذا مصنع في بولندا في مقرها الرسمي. شكل حلو بقر، هذه واحدة زيادة بعد لأن أول كثرت منها. المقهى ذا رايق، شوف قزاز إضاءاته روعة جدا على شارع المشاه مباشرة، أما في الليل بيطلع حكاية. المعالم السياحية، البيت هذا المقلوب في زاكوباني ايضا، هذا ممكن تستقلونه القطار ياخذ بكم جوله في المدينه. احد الاصدقاء طالع من جده الى براغة تشيك اليوم الفجر على الطيران القطري، يوم جاي بيركب قالوا ما تركب. ليش؟ قال تشيك ما فتحت حدودها الى الان. اخذ معه معطى قال اصبر، وراحوا دقوا على تشيك خطوط القطريه، دقوا على اللي خطوط القطريه في مطار جده، دقوا على تشيك قالوا ما يدخل، ترى رجعوا ناس كثير على نفس الطياره لذلك ما يغادر. فتشيك تشيك وبولندا إلى الآن ما فتحت حدودها للي بيجون من الخليج. أما اللي بيغامر وبيدخل عن طريق الحدود البرية أو عن طريق الطيران الداخلي يقدر، لكن تعتبر مغامرة، ممكن اسمح الله لوك في شوك وسائلة. غادر الممشى بعد ما قضينا فيه وقت ممتع، استنسنا فيه ما يقارب 4 ساعات ما بين الجلسات والمقاهي والكافيهات. وهذا الفندق استلمناه، طبعا هو مجمع كبير، وبصور لكم الداخل وبصور الغرفة إذا استلمتها إن شاء الله. إيش رأيكم؟ بس شيء فاخر.
فندق فخم مرة رايق ومزحوم والله، أهم شيء شبة النار تراها حقيقية. أمزح عليكم. استلمت الغرفة، هذا دور ترمية الله يعزكم. الغرفة رايقة بالحيل، أخذتها في اليوم ب400 ريال شامل الإفطار وشامل موقف السيارة، أهم شيء هالإطلالة. والبلكونة عندي مهمة جدا، شف 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 بالله وش راح يكون في أحلى من هيك؟ والله ما في. طبعا فيها مواقع حلوة وإطلالات أحلى، بس أنا عاد اليوم أبغى وسط الناس أو وسط الزحمة. شنطة العناية الشخصية، الفرش والمعجون ودوات العلاقة، مساكم الله بالخير. إنها ترتدي أجمل ما لديها من حل وحلل من عقد وفستان، إنها لبست ثوب الجمال هذا المساء، إنها زاكوباني الفاتنة الجميلة في بولندا، هكذا أمست جمال يعلوه جمال. تصبحون على خير.